برضك قلبي مش مطمن. العقد هايل يا مناع، أنا درسته كويس. يعني تفتكر لو أي مخالفات حصلت هيبقى عندي مسؤولية؟ ما أعتقدش، لأن في بند صريح بيحمل الخبير البيولوجي مسؤولية فحص عينات الإنتاج. فأنت هتخاف من إيه بالظبط؟ من كام سنة كده حصل استيراد لمبيدات زراعية وكانت كارثة. طلع في المبيدات دي مواد مسرطنة وبوظت الأرض، وكان قرايب البروفيسور لهم يد فيها. يا ساتر يا رب، هي الناس ناقصة أمراض في الأكل اللي بياكلوه؟ ليك حق تخاف منه. ما هو اللي بيعمله ده بسبب الخوف على الناس. أنا لو كان عليا ممكن أبيع المصنع، لكن أنا عارف إنهم برضك ممكن يشتروه من أي حد تبعهم ويعملوا اللي هم عايزينه. عشان كده صممت يكون المصنع تحت يدي. أنت عندك قلب كبير قوي يا مناع، وضميرك حي. يا ريت كل الناس زيك. آه، قلبي كبير وهمي أكبر. كأني مكتوب على دماغي ما ترتاحش أو تفضل شغالة على طول ليل نهار. قول لي إيه اللي تعبك يا حبيبي؟ وصية أبوي. أبوي حملني مسؤولية، قال لي ما تهملش عيلتك الكبيرة تضيع وتدي كل وقتك لعيلتك الصغيرة. يعني إيه؟ عايز تسيبنا وتسافر تاني؟ عيلتي في خطر يا نهان، ومن غيري ممكن الأرض تضيع منهم. أنا بس يا حبيبي بجلك عليك من سفرياتي. يا ستي عمر الشقي بقي. تعرف يعني حب الكديه. طيب عايزك توعديني بحاجة. بإيه يا حبيبي؟ سامحيني في أي حاجة عملتها، ولو سمعت عني حاجة عشتها تعرف إني كنت مضطر. أنا الكلام ده بيخوفني منك يا مناع. خلاص، ولا كأنك سمعت حاجة. مناع ما قداموش أي فرصة للتراجع، وهو عارف إن أنا عندي مستندات واعترافات تخلي الحكومة تجرده من كل شيء. ده ممكن يحكموا عليه بالإعدام ولو غيابي. وهمام أعمل معاه إيه؟ ده طالب مني سلاح كتير قوي. ساعده بس مش جامد. أنا عايز مناع يحس بإن الخطر محاوطه من هنا ومن نجع كمان، عشان يعرف إنه في أمضتي. تفتكر إنه مش هيعترض لو بعتنا ستيف ولوجاني؟ تبعتهم ليه دلوقتي؟ ما تستنى لما البيت يكمل ويتأمن، وبعدين نبقى نروح كلنا سوا، ومناع يجي معانا لما يعرف انه ما يقدرش، ملوش منفذ من تحت ايدي. خد بالك القطر ماشي. سلام. سلام. طب عبيد سلم على الولاد. اوكي باي. بنت يا جميلة، هاتي البطاقة بتاعتي من جوه. بطاقة ايه؟ هو انا عمري شفت لك بطاقة؟ هتلاقيها في الدولاب جوه. وكمان ما نقدرش نسافر من غير بطاقة. الله، دي فيها تصويرتك. بس ملطخينك ليه بالحبر الازرق؟ هاتي ده ختم يا عبيطة، عشان محدش يقدر يبدل صورتي بصورته. اهب البطاقة دي محدش يقدر يقول لي انت اسمك ايه، انت رايح وين. اقلت بس انا عايزه نعرف انت رايح فين. رايح اسوان، عندي ميعاد مع الخواجات. هتعمل ايه مع الخواجات يا همام؟ والله ما بشتغل لصالحهم، يبقى لازم اخد حقي. اه هتجيب فلوس؟ هجيب اللي احسن من الفلوس، هجيب اللي يحمي الفلوس ويحمي النفوس، هجيب اللي يرفع راسي قدام الخلق، هجيب السلاح اللي يخليني ازل اي حد يقف قصادي. سلاح تاني يا همام؟ ما كفايه انا خراب. ايش فهمك انت يا عبيطه؟ طول ما الكل عارف ان حدانا سلاح، الكل هيعمل لنا الف حساب من غير ما نضرب طلقه نار واحده. بكره تشوف السلاح هيعمل لنا قيمه كيف. خطة الإنتاج بتاعتنا لازم تتضاعف في المرحلة اللي جاية، لأنه بعد نزول الإعلان لازم يكون في منتج يغطي السوق. اطمن يا مناع بيه، هنزود العمالة والطاقة الإنتاجية. وأنت يا دكتور مش هفكرك إنك المسؤول الأول والأخير عن مواصفات السماد الجديد. أنا بطالب بتأمين مخازن الإنتاج وضبط دفاتر الصرف.
لك كل الصلاحيات يا دكتور، بس انا بحذرك اوعى تدي الامان لاي حد من الاجانب الجايين يشرفوا على الانتاج. صحه اهلنا وناسنا يا دكتور. اطمن يا منعبي، ان شاء الله كل شيء حيكون تحت السيطره. طيب تفضلوا شوفوا شغلكم. اوه ايه النشاط العظيم ده. اهلا 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 يا خواجة بني. اتفضل. لا مؤاخذه، المكتب بتاعي في المصنع مش قد المجام. مش المهم تقدر تعمل فيه شغلك ونقدر نتكلم فيه براحتنا. من ناحية اطمن، من الاسبوع ده خلاص المصنع هيكون جاهز للمنتج الجديد. اتفضل شوف اللوجو اللي هينطبع على شكاير السماءات وهينزل في الاعلانات. ايه ده، عفريت بيطلع سنابل قمح يا راجل؟ هو في شطان بيطلع خير برضك. مش كل العفاريت شياطين، احنا العفريت بتاعنا طيب قوي لانه بيطلع خير للناس. احنا بقى اللي عفاريت في الدعاية. شوف الاعلان ده هنقدر نحقق منه ايه. انما من هنا ورايح بقى انت مالكش اي حق في الاعتراض، انت تنفذ وبس. اظن كلامي واضح. وحشتيني وحشتيني قوي. تعرفي طول ما انا في النجع ما بفكرش غير فيكي. كان نفسي اكون اعرف اتكلم الانجليزي عشان اخد ودي معاكي زينه. ما تقلع النضاره دي، خلينا نشوف نظره عينيك الحلوه دي. سلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا خواجه؟ ازيك؟ كيفك يا سنيور؟ تشرب ايه يا همام؟ جيبوا لي الميه الصفراء اللي انت جبتها لي المره اللي فاتت دي اللي طعمها مزز. بقيت صاحب مزاج يا همام، هنبسطك ونعدل لك مزاجك. لكن انا عايز حاجه اهم من ده كله. اؤمر يا همام يا غالي. عايز قنابل بدل اللي جبتها لي المره اللي فاتت. ليه؟ انت بتقززهم زي اللب ولا ايه؟ قطمت بيهم وسط عيله بحالها، وعايز استعد لعيله حسان عشان لو حاولت تاذيني ولا تاذيكم اقطم وسطهم هم كمان. كلامك جميل، بيؤكد انك خايف علينا، بس لازم تقعد معانا كام يوم عشان نحضر لك طلباتك. وماله؟ امال انا جاي ليه؟ عشان نتدلع ونتسبح. حاكم البرشام اللي انت جبته لي المره اللي فاتت كان واعر قوي وحرمكم. من حرمكم، بس فيهم عيب واحد بس. ايه؟ بيخلوني ما اعرفش ابص لاي حرمه هناك في النجع. ده بيسميهم حريم. شوفوا اي حد يكون الصوت. شايف يا عمر؟ المكنه اللي فيها حياتنا ولعت ولعت. يمين بالله ما حد عملها الا البندقيه. اكيد ضربوها بالقلم زي ما عملوا مع عيله عبادي قبل سابق يا عمي. ليه؟ انتوا عارفين دي ثمنها كام ولا ركبت كيف؟ ابيض. معلش يا عمر، هيدفعوا ثمنها من دم عيالهم ولومت اخوي في تربته. لا خلي الدم لركبك. ايوه يا عمر، في ايه؟ ايه؟ لا، البندريه مالهمش صالح باللي حصل. انا عارف من اللي عملها كويس، قول لهم انها هيتصرف. لازم تلحقهم يا عمر، قول لعمي بني هو اللي عملها ومناه هيعرف يحاسبه صح. سلام. في ايه مناه؟ ايه اللي حصل؟ شويه مشاكل عندنا في البلد. والله حرام اللي بيحصل ده، ده كتير عليك.
الحمد لله ان عمر طلع واعي، كلمني قبل ما يعملوا حاجه. يكلمك ازاي؟ تطلعي يجي 40 كيلو بره عشان يعرف يكلمني، عشان يجدهنا بقول له يعني ارجع بسرعه يا عمر. وانت هتطمن عليهم ازاي يا نورهان؟ ما بطليش كلام ولكلكه. الله، هستنى ست لما يكلمني تاني، وبعدين انا راجع قريب. تصبح على خير. ماشي يا ابن الكلب، انا هعلمك الادب. ده مجرد انذار صغير، لانك بصراحة دلعت علينا كتير وتأخرت علينا كتير. وبصراحة اكتر بقى الارض الجديدة اللي انت اشتريتها دي هتشغل تفكيرك وهتشجعك على التمرد. مكان احسن منها وجوة تتركب مكانها فورا، وياك تاني مرة تتدخل في ترتيباتي. ما انا مش عايز اي حاجة تشغلك عني. انا عايز كل حاجة تعاود زي ما كانت، لأني مخطط تنقل شوية من عيلتي للأرض دي وأزرعها كتمويه، عشان لو الحكومة قررت توصل لنا هتلاقي الأرض دي بلدنا، ولو فتشوا مش هيلاقوا حاجة. حاضر يا ملك، اعتذارنا ليك يا ملك. مكنة جديدة تركب من النهاردة، وده علوان شركة الأدوات الزراعية. اتفضل يا سيدي اعمل اللازم. أنا عايز المكنة الجديدة دي تبقى أبلغ اعتذار للكينج. تحت امرك يا بروف. خير يا بني باشا؟ بني؟ خلاص بني ده مات، انساه بقى، مات، مش عايزين نفكر فيه عشان ما يطلعش وينتقم. خليك مع البروفيسور. ما هو ده اللي مخليني مش قادر اصدقك. وانا قلت لك ان انا مرغم انسى واسامح، لان اللي بيني وبينك مصالح مش انتقام. وبعدين انت لغايه دلوقتي ما اديتنيش القرار النهائي. قدامي شويه حاجات كده اخلصها، حسابات مع تجار مغلبيني، اخلص وارجع النجع، واحاول اقنع عيلتي ولو انها مهمه صعبه جدا. اي مشاكل وحسابات انا هخلصها لك، بس المهم انك تسافر وترجع النجع زي ما كان، نجع الخير اللي بيجيب اعلى انتاج. وعيله البندريه هيسيبونا في حالنا؟ أنا هخلي كل تحت أمرك. جبل العين ده هيكون المملكة بتاعتك، أنت الملك بتاعها، بس بشرط ما تبقاش مجرد طباخ للحشيش وبس. مفيش ملك بيطبخ وبس. هزرع الفتدين اللي باقية في الجبل حشيش، وطالما هتبقى مملكتي يبقى الأول نكسر شوكة الظالم ونجيب حق المظلوم عشان الكل يتلم حواليا. وأنا هساعدك في كل اللي أنت عاوزه. على فكرة همام عندي في أسوان وطالب سلاح، أنا هقول لهم يدلوش، وهقول لهم يغسلوا مخه عشان يبقى زي الخاتم في صباعك. قلت إيه يا ملك؟ نفذ أنت وعدك الأول وأنا ننفذ. اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دور يا ابني، توكل على الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش قلت لك يا عمي الميه مناع؟ اكيد عارف مين اللي عملها. الجيد يكون هو اللي جاب الجديده. طب يا جماعه كده تمام وزي الفل، يلزم اي خدمه؟ الله ينور عليك يا باشمهندس، بس قول لنا مين اللي قال لكم ان ميكانيكنا القديمه ولعت؟ هو في الحقيقه واحد خواجه ودفع كل المصاريف، بس انا عايز اقول لكم على فكره المكنه دي اشد من القديمه مرتين، وتعيش العمر كله، بس على شرط تاخدوا بالكم منها. واضح من شدة المية. لا دي اقل قوة شبط، ده ممكن ترمي المية الميت فدان لقدام. فين ورق الضمان يا باشمهندس؟ ورق الضمان؟ ما خدوا الخواجة ولا هيوديه المناع بيه. شكرين يا باشمهندس. اي خدمة يا استاذ عمر. السلام. السلام عليكم. يلا يا ابني. بإذن يا عمي. اروح اكلم مناع اطمنه. يلا. سلمنا عليه.
عمر. المكنة الجديدة ركبت؟ طيب الحمد لله انها احسن. لا اطمن هيجيبوا لي الاوراق كلها، لانهم اكيد هيحاولوا يثبتوا له حسنيتهم. ما تخافش جاي لكم، وجاي لك انت بالذات مخصوص عشان اجيب لك حبل المشنقه اللي هتشنق بيه لطفه بالقمصان. لطفي وقع خلاص يا عمر تحت يدي، والف الحبل حوالين رقبته ومش حسيبه لما يفلس. ايوه ويتمرمط قدام الاجسام وفي النيابات. سلام يا صاحبي. تعال يا لطفي، دي امضتك شيك ب50,000 جنيه وشيك ب100,000 جنيه وعليهم رفض من البنك. ايوه امضتي، بس الناس دول ما عرفهمش. انا كنت ماضي الشيكات دي المناع بيه حسان صاحب مزرعه المواشي. مظبوط، والراجل باع المزرعه، كان مديون لمجموعه من الاجانب والمصريين، وباع كمان الشيكات اللي ما كانش قادر يحصلها. انا رحت البنك ما فيش رصيد، it was rejected. ممكن تصبري لو سمحتي؟ هي يا لطفي هتدفع ولا اعمل لك قضيه وتتحبس؟ احنا نجيب منين 150,000 جنيه دلوقتي؟ ادونا فرصة يوم ولا اتنين. ما كان قدامك فرصة زمان يا لطفي، زي ما موجود في تواريخ الشيكات عندي، بس الظاهر بقى انك ما بتحبش تسدد. طب اكلم اخويا في التليفون يجيب الفلوس مسافة السكة. اوكي نو بروبلم وي كان ويت، بس المهم ناخد فلوسنا. اتفضل قدامك ساعتين زمن ودي اخر فرصة. ربنا يستر اصلك يا بيه. اتفضل. الو، انا ما عايزش منكم فلوس يا سنيور، ما عايزش منكم فلوس. انا عايز السلاح اللي اتفقنا عليه، والا ايه التوضيع في النجع كله؟ مش هنديك سلاح يا همام قبل ما تبني مخازن تحت الارض وتكون متامنه تامين كامل، وانت مش هتعرف تبنيها لوحدك، لازم يكون معاك خبير ويكون من عندنا احنا. يا سلام عليك يا سنيور لما تحبكها، يا سلام عليك لما تحبكها. ما طول عمرنا راجل بنشيل السلاح بتاعنا في بيوتنا، ولا عمرنا احتاجنا لا الخبير ولا الغفير. ده بالنسبة للبنادق والطبنجات، إنما بالنسبة للقنابل اللي سعادتك محتاجها دي لازم يبقى في مخازن وتكون متأمنة تحت الأرض تأمين كويس جدا، لأن لو انفجر واحد منهم كلكم هتقعوا في كارثة. أديك قلتها، الحديد دي لو إحنا بنشيل السلاح في مطرح واحد، لكن أنا هوزع السلاح على كذا مطرح. حمام اتفضل يا سيدي، أديني جبت لك البرشام اللي أنت طلبته. دوسري الكلام يا سنيور، هتجيبوا السلاح اللي اتفقنا عليه هنبقى حبايب، مش هتجيبوا السلاح مش هقف معاكم قدام مناع صاحبي وحبيبي. الحديد تخلص على كده لا مؤاخذه. ايه رايك في الكلام اللي بيقوله ده يا فريمان؟ بصراحه التعامل مع همام برضو ارحم مليون مره من التعامل مع مناع، لكن هنقول ايه؟ ليه هو البروفيسور عايزنا نتعامل مع مناع تاني؟ طب ازاي؟ انا ما اعرفش، بس واضح انه فرض سيطرته عليه خلاص، بدليل انه طلب مني اني ما بيعش الهمام سلاح دلوقتي، يبقى اكيد بيفكر انه يعمل قوتين ضد بعض في النجع عشان تفضل السيطرة في ايده هو. انا ما اقدرش اشتغل معاكم وفي سيف على رقبتي، وعشان اكون حر نفسي لازم ترجعوا لي الملف بتاعنا وابوي. انت بتطلب المستحيل يا مناع. طالما اتفقنا نشتغل مع بعض في مبدأ المصالح المشتركة يبقى خلاص. من الغباء ان اشتغل معاك وانا عارف انك ممكن تهد كل اللي بنيته. لا، الحكومة ممكن تصادر اللي قدامك واللي وراك، واكتر من كده ممكن تحكم عليك بالاعدام. بس اطمن انت غالي علينا. وياكش تكون فاكر لما تعملوا لي دوشة هنهملكم، انا هطربق الدنيا واجيب عليها واطيها. ونضمن ولائك ازاي يا مناع؟ خلي المصالح هي اللي تجمعنا وتفرقنا. أنا حفيدكم وأنت تفيدوني، ولو المصالح دي عملت لنا قلق خلاص كل واحد فينا يروح لحاله، ويا دار ما دخلك شر. بس أنت غدار يا مناع،
ومن حقنا ان احنا نأمن ظهرنا من الغدر بتاعك. ولا انت نسيت الماضي؟ هاي خلاص يبقى نفتكره سوا. كنت بتاخد منا الحشيش بتراب الفلوس، ولما عرضتك اتفقت مع دياب من ورايا، يبقى مين فينا اللي خاين؟ يا راجل ده انا كنت بلعبك. هو في حد في الدنيا ممكن يعمل اللي انت بتعمله؟ ولا دياب ولا الرجالة بتوعي كلهم. ده انت ثروة يا مناع، وانا عايز ارضيك باي تمن. يبقى تديني الورق بتاعي وبتاع ابويا الاول، ونتفق من دلوك على اسعار الحشيش الخام اللي هعمله ومواعيد الاستلام والتسليم، يعني نحط خطة ونحترمها عشان نرتاح. فيك ايه يا حبيبي؟ مالك؟ والله يا مروان عايز اتكلم معاكي من غير عقل ولا تسمعيني اسئلة تجنني. كده جلكتني اكتر. ايه رايك يا مروان ان احنا يعني نسيب الصعيد كله ونسافر ونروح اسكندرية مصر ونبدأ من جديد، ان شاء الله حتى ناخد العيال ونروح براد برا. ليه يا حبيبي؟ ما احنا عايشين هنا كويس. احنا برضك يعني هنعيش في اي مكان كويس. طب وليه؟ ليه نبتدي من جديد بعد النجاح اللي حققناه في حياتنا؟ ازيك؟ ازيك؟ مليت. عايزين نسافر، يا تقولي اه يا تقولي لا. يا حبيبي انا اروح معاك اي مكان، بس ما اقدرش اسيب بابا وماما. اوفر لهم كل الرعايه. يا حبيبي هما مش محتاجين لا فلوس ولا خدامين، هما محتاجين يشوفوا احفادهم يطمنوا عليا. انا لو بعت عنهم انا والاولاد يبقى كده بحكم عليهم بالموت. فكرني بعين الجبل. عين ايه؟ ما تحطيش في بالك، ما انا لو مطمن عليكم وحدكم كنت اختفيت ورحت اي حته تانيه. وتختفي ليه يا حبيبي؟ حد له عندك حاجه؟ عدواتك كتير وهتورثوها من بعدي. عدواتك ايه اللي مخلياك خايف علينا بالشكل ده؟ يكونش الجدع الغلس اللي اسمه لطفي بالقمصان؟ لطفي وغير لطفي، والعدوات اللي تربت لي بسبب مجلس الشعب دي. السهاج حسن وحداني ماليش عزوة، لكن وسط عيلتي مفيش حاجة هتهمني. البلد فيها حكومة يا مناع وجنون يحمينا، ما هيش غابة. يعمل ايه الجنون يعني قدام ناس بايعين روحها عشان يقتلوا الابرياء؟ هياخدوا اعدام؟ ماشي يا ستي، وهيفيد بايه بعد ما يكونوا قتلوا الخلق؟ ويمكن كمان يهربوا من العدالة. اول مرة اشوفك خايف بالشكل ده. طب يا نوها انت عمرك في حياتك يعني شفتني عملت حاجة تغلط ربنا ولا حاجة قفشة يعني؟ بس أنا أول مرة أشوفك بالشكل ده. وأنا عمري ما خفت يا نورهان غير عليكم. نفسي أرجع بلدنا وأخدكم معايا. هناك بس أحس بالأمان وسط أهلي. لكن عارف برضك إن العيشة هناك مش هترد عليكم. سافر وما تقلقش علينا. بس كلمني كل يوم. بس أنا لو ألاقي طريقة أطمن عليكم كل يوم. ها. يمكن عمر ظروفي يحلها. وهتغيب قد ايه؟ ولا بيروح يعني يبني ارض جديده وياخد ناس يسكنها في الارض الجديده دي، بياخد وقت قد ايه؟ ممكن يقعد العمر كله يا مناع، بس ما تضيعش عمرك كله يا مناع على عيلتك الكبيره. حرام برضو تحرم عيلتك الصغيره منك. مش عارف يا نهار، مش عارف. صدقني يا لورد احنا مسكنا الصقر كتفناه وغمنا له عينيه، وبعدين الطلب اللي هو طالبه ده هايف قوي. لا هو كان حاسبها صح، هو كان صغير اياميها. صدقني هو مش هيشتغل غير لما نعمل اللي هو عايزه. يا لورد على مسؤوليتي انا لو فلت المره دي انا مكتفه كويس. مع السلامه. هترجع له الاوراق اللي طلبها منك؟ جهزها له. انا هركب معاه لغايه هنا وبعد كده هاخد القطر لغايه اسوان. مالك يا بروف؟ سرحان في ايه؟ لاول مره يهددوني اذا ما نجحتش مع مناعه. طب
هم طالبين وقت معين؟ عايزين في خلال سنة نجع الجبل يكون مملكة بقرة ليهم، لها ملك اسمه مناع، ولها اقتصاد مبني على تجارة المخدرات وزراعتها، ومستعدة تعمل أي حاجة هم يطلبوها منها. طب وإيه الهدف من كل ده؟ يا رودي أنا جزء صغير من لعبة كبيرة، يستحيل أعرف دوري بيبتدي فين ويخلص إمتى. هذه المستندات اللي في المنظمة، أنا ضمانتك عندهم، عايزك تلتزم. بقية المستندات هسلمها لك قبل تسليم البضاعة. حرج أبوك كلب. مستمر في حصار مداخل البلد، عاوز تفتيش دقيق لكل العربيات اللي جاية من أسوان. عندنا معلومات بتقول ان في شحنة اثار متهربة خرجت من اسوان بالطريق البري. تمام يا فندم، تمام يا سيادة. تمام يا احمد باشا، اخيرا وصلت المعلومات اكيد عن مناع حسان. عرفت مكانه ووصلت له ازاي؟ طلب تراخيص مباني قدمه بنفسه عشان يبني بيت كبير على مساحة نص فدان. والارض اللي عليها المباني 300 فدان، عزبة بحالها اشتراها من واحد اسمه عبد المتعال من فترة طويلة ايام ما سيادتك كنت في سوهاج. ايوه الارض هي متسجله باسمه من زمان. متسجله بس للاسف الاجراءات ما تمتش سيادتك الا متاخر لما جه ياخد تصريح المباني، عشان كده فضلت على الاوراق فتره طويله باسم عبد المتعال. اسمع، انا عاوزك تعمل بحث شامل عن عيله مناع وعن الارض دي، وعاوزك تدخل وسطيهم. هعمل فلاح وادخل وسطيهم. لا، لو بيشتغلوا في الممنوعات مش هيشغلوك وسطيهم. عندي فكره احسن.